أستاذ أحمد زيدان، يعني هذا التطبيع مع نظام الأسد، هل يعني هو إنعاش لهذا النظام وقبلة حياة له، أم سيكون له تأثير إيجابي يعني في الداخل السوري وحلحلة يعني الأزمة السورية الكبرى والمتفاقمة؟ شكرا جزيلا أخي هشام على هذه الاستضافة. حقيقة أنا باعتقادي أنه ماذا تبقى من سوريا الآن في ظل، يعني نحن نتحدث عن سوريا الآن مقسمة بين الاحتلال الروسي، بين الاحتلال الإيراني، بين الوجود الأمريكي، الاحتلال الأمريكي، بين الاحتلال البريطاني، الاحتلال الفرنسي، العربدة الإسرائيلية. يعني ماذا تبقى لحكم بشار الأسد؟ اليوم نتحدث عن غارات جوية أردنية لمعامل الكبتاجون، معامل المخدرات في الجنوب السوري، وهناك 70 ميليشيات طائفية. وبالتالي هذه إعادة مقعد سوريا لدولة الكبتاجون في دمشق حقيقة هو لا يغير من الواقع شيئا. نحن نتحدث عن 51 اتفاقية وقعت 20 ساعة مع رأس الاحتلال الإيراني إبراهيم رئيسهم، ومع النظام المجرم في دمشق. تخيل 51 اتفاقية خلال 24 ساعة. نتحدث عن رئيس الاحتلال الإيراني يجول ويصول في قصر الرئاسة في دمشق ويستدعي الوزراء السوريين ويجادلهم ويعطيهم الأوامر ويصدر لهم الأوامر ويتعرف على كل ما يدور في وزارتهم دون وجود أي من الرئيس المجرم بشار الأسد. الآن نحن نفهم في العلاقات الدولية أنه إذا ما حصل اتفاقيات اقتصادية بين دولة ودولة، بين دولة مثلا صغيرة مثل سوريا ودولة مجرمة كبيرة إقليمية محتلة مثل إيران، بالتأكيد مباشرة ترتعي. نحن منذ أن وطأت أقدام هذا النجس إبراهيم رئيسهم إلى دمشق حتى نزلت الليرة من 7200 ليرة سورية للدولار الواحد إلى 9000 ليرة سورية للدولار الواحد، لك أن تتخيل معنى ذلك عن يعني الثقة في هذه الاتفاقيات. طبعا بكل تأكيد أنا باعتقادي أن هذه العصابة المجرمة في دمشق الآن، الأحزمة التي تجاور الدول المجاورة، إن كانت ما تجاور الأردن الآن، يبدو أن الأردن والكيان الصهيوني يحاول أن يفرض حزام لحماية حدودهم من دولة الكبتاجون ودولة الميليشيات الطائفية. نحن نتحدث عن تركيا وقد فرضت حزامها الخاص بها أيضا لحماية نفسها، وبالتالي أصبح هناك جرب سياسي. هذا النظام الآن، هذه العصابة مصابة بالجرب السياسي، أي واحد يقترب منها فسيصيب بشيء من الجرب السياسي. نعم. مع كل هذا، يعني مع كل ما يعني التوصيف الذي يعني تفضلت به، إلا أن النظام يعني تم جلبه إلى الجامعة العربية، وحتى هنالك تصريح من الخارجية السورية يعني طالبت الدول العربية إظهار الاحترام المتبادل، وكأنه يملي، كأنه يعني منتصر عليهم ويملي عليهم. أخي هشام الآن هو انتصار حقيقة. يعني أنا باعتقادي الدول العربية، هذه الدول العربية حقيقة لا تمثل الربيع العربي، وهي عداء على عداء مع الربيع العربي وبالتالي إذا نعتبر أن الموقف السعودي قد تغير، أنا باعتقادي موقف السعودي والموقف الإماراتي والموقف هي منظومة استبدادية، هي من الاستبداد العربي، وبالتالي كل حلقة تأخذ برقاب الحلقة الأخرى، وفك أي حلقة من الاستبداد العربي يعني أن السلسلة فرطت كلها. ولذلك حقيقة هناك استسلام للمنظومة الاستبدادية العربية الممثلة في الجامعة العربية للفرس وللمجوس وللاحتلال الروسي، وهناك أيضا هزيمة للمشروع الأمريكي. يعني الأمريكيون ربما أعطوا الفرصة أو تغاضوا أو شجعوا، ولكن في المحصلة الآن هناك تقدم للمشروع الروسي، تقدم للمشروع الإقليمي، تقدم للمشروع الإيراني،